وكذا ما هو برجر على النظر اللي يشتغل عند عامر. ها؟ اي والله انه هو. صفت صفت. مسيت بالخير. مساء الجن والعفاريت. افا وش فيك انت؟ عامر النصاب ما اعطاني حقي وطردني. عامر طردك؟ امش معنا ومالك اللي يدس بشاربك. انا جعان ابغى اروح بوفيه اكل كبده. تعال معنا ومالك الا تيس كامل. تيس امانة هيا هيا. جعل فيها العافيه يا ابو الكفاتي. شرب الله بالخير. انت من يوم تركت الغليم هذا وعفشه اللي معه عز الله تبى تلقى خير. ابشر والله بالخير. اقول لك في انا كلاوي اب قدامك الشحم واللحم تقول لي كلاوي اب دورها منا ولا منا ولا تصدق يا اخوي طبيك الجوع انت تبى تاكل انقز وكل معي يا اخوي. يا اخوي وجهني يستاهل. خلاص ارفق ارفق عليه ارفق عليه هذا ابو الكفاتي هذا. اقول يا ابو الكفاتي اباك تشتغل معي وبعطيك ميزانيه مفتوحه لكن ها ها ما باك تنقالي الا الشيء الطيب. ابشر بها وانا ابن مكفيت. اقول لك ابغى كل يوم تيس كامل. يلا حلو حلو يا ويلي يلا حق يسكينك سكيناك. ابشر ابشر والله فخار. تبي اصيد ولد عمي؟ يبي لك عالم، يبي لك ربع، يبي لك تحالفات. على العموم التوجه للصياد، العش عندي بالمخيم الليله. اقول لك هذا اشقح ولا مغر ولا مجهم؟ انت ما شايف عينك؟ يا ابني ما شاء الله عليك كأنك جاي تدور على الحلال الطيب. ياوا أنا الشيخ بن مكفيت رأي النظر كل اللي فازوا أنا اللي نقيت لهم حلالهم. وإنت بتشتغل عند مين؟ أشتغل عند أبو قبلان كلفني أشوف له حلال طيب. وليش تغلب حالك؟ أنا رح أريحك وأخليك ما تجيب ولا تشارك إلا بالشي اللي عليه القيمة. أنت رأي نظر؟ لا أنا اللي بخلي راعي النظر عنده نظر بس إنت خليك معاي رح تكون رضيان انت وابو قبله. نرحب بكل من حضر ونقول ما قصرتوا بيض الله وجيكم. رحبوا معي بضيوف صالح شباب القصيم. شباب القصيم. وهنا منهم ضيوف ياسر شباب تركي الاول. تركي الاول. ومن هناك هناك منهم هناك ضيوف الشيخ عامر. ضيوف الشيخ عامر شباب حي السري. حي السري. وهناك منهم هناك ضيوف شكش من جدة للرخاء والشدة حي الهندوية. مرحبا حي الهندوية. مرحبا وهذول عاد أصدقائي أصدقائي حي أم الحمام. شباب أم الحمام. وهناك منهم ما أصدق الشيخ عامر الشيخ عامر البطل السيف الجبل الحمام. الحمار الحمام الحمام. واسمع لي يا شيخ عامر اقدم لك شاعر الجزاله شاعر الادب شاعر الثقافه انه شاعر الليل عزوز الليل. ارهب ثم ارهب ثم ارهب جينا نشارك ونبارك لله المجلدات مجلدات مجلدات جينا نشارك ونبارك للعلم جلعدات جينا وفروسنا سطر وتشيش حي الله عامر والقعدان والمفطحات ولا تنسونا يا أخوان من الإكراميات والبخشيش. أنت جاي تشحد هنا؟ جاي أقتات عن طريق الشعر يا أم أقتات عن طريق شارع المنصور في مكة. طس هناك أبلف عريج حي عريج حي عريج. حلوة وسلوة والثقة يبقى ثقة في محل الشيخ عامر جاله عامر راعي مجلعدات الجزيرة. معركة بكرة حامل وطيس فيها بتدخل اشتاد ولا ما انت بداخلة؟ عفو عليك أبدخل اشتاد واللي كفو يقرب. بتاخذ اشتاد؟ عقبني الفنجال إذا ما خذيته. الثقة يبقى ثقة ولا لا يا عيال؟ ولا لا يا عيال؟ مدام الدراهم موجودة يبطي حد ياخذه وأنا عامر كفو. Thank you.
نايم عامر، يقول انه بيدخل مزاد اشداد بكره. كلام الشبابي هذا والله اللي عاقبنا عقوبه يا ريجي. على اي الملازم منه عقوبه؟ هي بالله عقوبه. انا وش اسوي؟ هو وش يبى مني؟ وش يبى مني؟ المنافسين من جهه وهو من جهه، انا وش اسوي انا؟ لكن اشداد قدام راسي شم الهواء والله ما يذوقه.